أتطلع إلى زمان كانوا يمتلكون فيه رفاهية الملل، فلا حاجة للبحث عن أنشطة، فشعور الملل طبيعي. يملكون رفاهية الكسل، فلا حاجة للبحث عن الأفضل دائما، فيعطون أنفسهم فسحة من الكسل، رفاهية الانهيار، فلا حاجة للتحلي بالصلابة والقوة طوال الوقت، فيبحون للجيران أو الأهل أو الأصدقاء. أيامنا تمضي ونحن كمحركات البحث، لم نترك لأنفسنا متسعا لكي تضعف، لكي تتكاسل، لكي تمرض قليلا. حملناها ما لا طاقة لها به، نبحث عن الكمال بطرق مشوهة، المال والعلم والسعادة والحب والعائلة والسفر والتطور وكل شيء، وإذا نقص أي منها نفقد السعادة. لم نعد نمتلك رفاهية البساطة في التعبير عن مشاعرنا، فالصورة التي نعكسها للغير أهم مما نشعر به، فباتت معظم الصور للسعادة كاذبة، والبوح على المواقع دون أسماء. أتعرفون ماذا أتمنى؟ الجلوس تحت شجرة لا أنتظر شيئا.